that comes to my zone, as soon as possible, with their pride, humility, and physique. Their reputation, their reputation. Hi, Zed. You know, the joyous, energetic, and creative attitude. Thank you.
oficina, un pic de l'inici que hi viva, que hi ha un llibre del procés de centre, i aquí, allà, en l'inici, hi havia el port de l'inici, hi havia el treball de salva, hi havia el port de l'inici, hi havia un llibre crític, a gent que no ho encoratge en la col·laboració, a gent que no ho deixo, treu el meditiu del blog, a gent que hi ha més crític, a gent que hi ha i este fin dia, el aquest dia, i el fleu el dia, a gent que hi ha més crític, i després hi ha més crític, i després hi ha més crític. Antes de la base, hi ha un mòstic, un joc de pes, i ja hi ha un mòstic, un fil mai un tant per ser eixa en un llini. A sota el mai capiné, de cal, de teatre, de cal de cap, a ja hi ha un tant per ser eixa en cris de vint. En cris de vint. A la vint a sota el mai cal, i a tot van, a sota el mai capiné, de cal de l'esquerra, de la gent que han de tocar-te ja i tu m'ha de ser. Anem a fer-hi, 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 der Fixed Combination hat es in Anker als Prima. Ja, allein als Prima. Und dann muss man darum, dass die Idee der Fixed Combination für Mode Prima, die in der Schein, dem Orden am Orden fängt, und Mode Prima, die nach dem Dusali hinter, das ist ein Mensch, genau, für die Uke nach Schein, und Tor Mode Prima, Kulum, Jan Gage. Ja, Tor Mode Prima, weil Mode Prima, das ist ein Skeptiker,
لذلك كنت تستروي لما بنديه
ليميت ما توصلش، خدت بالك قفل لو ادينا الاوتوستراي فبتفضل ان ده ما بيجيش وده ما بيجيش وما بيحصلش في التريين ما بيحصلش في حاجه لو ادينا قفل. لذلك الفرق بين الاوتوستراي ده والاوتوستراي اول مره المشكله المشهوره دي المشكله المشهوره دي انا بعيد عليها عشان الحاجات دي ترجع تقولها كلام ده حاجه اللي بيقولوا عليها دي اسطول بقى اللي قال المفاهيم الكلام ده. الاسبيت طبعا كل الكيميكال هايبر سيستم بيشتغل فيها الاسبيت حسيت الكلام ده او خد اسبرين وجاله الحاجات دي اتخانق جاله الكلام ده كله تركه وسكشن على القلوي يبقى مش الكلام. ليس بروك قلنا ثلاثة أنفار إنه Thank you.
الجاي نزود سكريشن سليم زي ما قلنا من شويه صوديوم بيكارب صوديوم بيكربونات بيزود السكريشن بتاع الاسبرسن سليم. فبندي صوديوم بيكارب بنعمل الكونتيشن بيون عشان يزود السكريشن وممكن نعمل لو حاله دينجرس قوي ممكن نعمل هيمو دايليسيس هيمو دايليسيس بتاع اللي هو يسيب كلام ممكن نعمل هيمو دايليسيس نطلع الكلام ده كله يبقى خلصنا وريحنا نفسنا اسرع نجيب نتيجه اسرع واقل. تمام؟ جبناها من جهاز التفاعل عشان نطلع الاسبرين لو حد خد اسبرين بجرعه كبيره ونعمل الكلام ده كله كويس. واحد عايز يمتحن وخد اسبرين. طبعا زي ما قلنا
ஏதோ பொருள் எடுத்து தரோம் உறைந்து கிட்ட
same in finish. Same in finish. Prevention will be. مظبوط؟ أنت لما يدخل في الفيديو السيكتيكا. بس في البداية الانتراكشن مع التوكسيكسين بتاع ريليز السيكتيكيز ده بيعمل الكلام كله بقى يقول لك ده يزود ده وده يزود ده وده يزود ده وهكذا. ممكن أحسن واحد في جو الإنجليزي
من عيلة الإيبوبروفين، من عيلة الإيبوبروفين اللي هو البروفين والكلام ده اللي بص. السولت ده تبع الإندوميسيوم الحرب. السولت ده تبع الإندوميسيوم. يعني هو الإندوميسيوم ومجموعة إيه؟ ما جبناش سيرة الدايت الثاني، ما جبناش سيرة الإيه؟ الإيبوبروفين. ممكن يتاخدوا بس بعد الحاجات دي. يعني احنا في الجو اي مثل ولو في مجموعه الكمبيوتر نعمل سويتر طبعا هي بتجي عشان تقلل البيت تقلل الانفلاميشن تقلل الفاجوسيتوزس اللي هو سبب الانفلاميشن وسبب البيت. فلما يقلل الفاجوسيتوزس بنمنع الانفلاميشن بنمنع ومجرد ما نعمل الانفلاميشن بنعمل البيت لان مصدر البيت الانفلاميشن. لو منعنا الانفلاميشن منعناش فبيمنع البيت بيمنع الانفلاميشن وبيمنع طبعا الفاجوسيتوزس ودي بدايه زي ما قلنا بكتير في الاكشن بدايه البين وبدايه الانفلاميشن هي الفاجوسيتوزس بيمنع الحاجات دي. فالنان سبريدر ان الحاجات دي زي ما قلنا واهم واحد اهم ناس اللي بيعملوا اللي هو البيت الجزئي والنفوسين والنفوسين ده من مجموعه الموضوع. لو بصينا في خلاص الاولانيه هتلاقي النابلسين في الوقت مع مجموعه البيوريك اسيد، البيوريك اسيد دي تبع النابلسين. النابلسين ده افكتيف بيتاخد او كونتيف للنابلسويدر او بيتاخد مع النابلسويدر. طبعا هو زي ما قلنا هو هو ده الدواء بتاع الكوكسين بيعطل في اول 12 ل 36 ساعه من تكلفتك عشان يمنع الكوكسين عشان يمنع الانفلاميشن عشان يمنع الدواء عشان يبدا من الاول قبل ما يحصل مشكله في يبدا يعمل الكلام ده. فبيتعطل هو طبعا هو زي ما قلنا الكور كونديشن انت لو اتعطل في الاول لو اتعطل في الاول لكن هو ملوش انرجيتك ملوش ان هو بيمنع البين اللي يعني لذلك احنا بنجيب الاول بنجيب الاول لان هو مش انرجيتك كرسي ده دور ده بيمنع الانفلاميشن ويمنع البدايه بتاعت انك انت تاكل جوز لذلك هو مستو بيتعطل في الاول ساعات اول ساعات ما يجيش واحد بعد يومين مثلا يكون جاي واخد كورتيزين ما عندوش حاجه ما هو المشكله حصلت لان هو مش انرجيتك ومش يعني مش انرجيتك. فالعيال يدي كورتيزين بعد يومين والعيال ما يخفش تقول يدي كورتيزين بعد يومين والعيال ما يخفش. قال لا انت بقى بدي كورتيزين ومعروف ان كورتيزين لا كورتيزين ده بعده في الاول عشان يبقى انرجيتك وبتدي بقى كومبينيشن مع الانسترويدرز عشان ايه تريح العيان. واحنا بنتعال قبل ما يحصل بنتي كومبينيشن بين الاثنين مع النانسترويد مع الكورتيزين او كورتيكوسترويد مع الكورتيزين بس الكورتيزين لازم تعرفه لازم تعرفه عشان تبقى عايزه تتمرن لازم تعرفه. ليه؟ لان هو مش انرجيتك مش انرجيتك يعني هو مش تبع الانرجيتك انتي بايريتك الكلام ده لكن هو لازم شويه انفلاماتوري اكتيفيتي عشان خاطر الكلام ده. فهو في كذا ستيب بيحصل عشان او الجريد اكشن بتاعه من ضمن حاجات الانفلاميشن او من ضمن الحاجات اللي هو تيومر الكوتو فاكتور ده من ضمن حاجات تطلع من الماكروفاج تيومر الكوتو فاكتور ده بتعمل انفلاميشن وغير قصد تطلعها. فاحنا الكورتيزين بيمنع التيومر الكوتيك فاكتور انها تطلع. الكورتيزين بيعمل كومبلكس مع الاندوليت نوع من انواع البروتين الميتروفين نوع من انواع فما يحصلش انفلاميشن. فالفاكتور بيمنع الفاكتور بيمنع الحاجات ده من الكريستال يمنع الفاكتور. لذلك احنا بنجي في الاول عشان نمنع الفاكتور زي ما قلنا لو احنا الميكانيزم اكشن اوف ازاي بيعمل بيت ازاي بيعمل انفلاميشن هو بيمنع الكلام ده بيتعامل مع التيوبيلي
عشان يمنع الفيروس يتولد يمنع الانتقال فيروس يتولد فما ينفعش فيروس يتولد ما يبداش يحصل انفلاميشن ما يبداش يحصل انفلاميشن تمام ويمنع التيومر ريبليكيشن فاكتور وينهبت برودكشن اوف دي ترايين يمنع البرودكشن اوف دي ترايين فما بيحصلش دي طبعا ميديتور من الانفلاميشن فلما يمنع الليكوبينين الليكوبينين ده من ضمن الميديتور بتاع الانفلاميشن والتيومر ريبليكيشن فاكتور ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل انفلاميشن ميديتور بره فهو بيمنع الميديتورز وبيمنع الفاجوسيتوزيس اللي بتطلع الميديتورز كمان والنتيلين بيمنع من هنا وبيمنع الفاجوسيتوزيس اللي بيطلع الالبروتوجلاند اللي ايه الليكوبينين وال حاجات الميديتورز بيمنع يطلعها عن طريق انه بيمنع الفاجوسيتوزيس تمام وبيمنع البرودكشن اوف تيومر فور لايف
عشان نمنع الاكل التاني او الاكل التاني والاثنين فيه. يبقى التاني فيفر وتين سدير بي. فيبقى هو التاني البروسيسين اللي هو في الاكل والبروبلكس وبيشتغل كمان في الاثنين. يبقى الكوشتين ده بتاع ملوش سيرفيس جوز الا ده ملوش يعني هو ما بيشتغلش الا في حياته. الكوشتين بتاعه جالكس ماشي؟ كوشتين نور سيرفيس جوز. فيحصل الحاجات دي ممكن يعمل لو اديناه بجرعه كبيره لو اديناه لمده طويله بجرعه كبيره يحصل الكلام ده فيبقى حريصين واحنا موجودين. طب احنا مضطرين نديه في الوقت شويه الميتوتينيا فيفر بتعدي في اللايف. يعني ايه الميتوتينيا فيفر؟ الميتوتينيا فيفر دي حمى البحر الابيض المتوسط اسمها كده. بتيجي لبتوع البحر الابيض المتوسط اللي هو الحوض بتاع الارض اللي هو تحت عارفينه؟ مصر، تونس، ليبيا، الجزائر، فوق فرنسا، ايطاليا، عارفينه؟ سوريا معانا برضه، تركيا معانا ولا مش معانا؟ قبرص عارفين الجغرافيا دي؟ ده انا هقول لك دي البدايه يعني هم دول قلت لهم الكلام ده دي بتبقى ريكارد اتاك فيفر وسيفير بين سيفير ابدومينال العيال تلاقيه بيقلل من ابدومينال بين جامد جدا تعمل له انفستيجيشن ما عندوش حاجه ما عندوش سبب البين وفيفر سيفير فيفر يبقى يعني درجه حرارته ممكن توصل ل 30 اتاك ومين ثلاثه والعيال يفوق بعد ثلاث ايام ولا اكن عنده. يا دكتور يا جينات الديفكت ولا ايه؟ الفيفر دي يعني حاجه في الجينات يعني ولا؟ عشان كده بالظبط الجماعه اللي بتوع الحروب تمام؟ نوع من انواع الامراض ده مرض اسمه كذا بيجي بيظهر الناس دولت وشكله كذا هو شكله ريكارد اكيوب التاني الفيفر اند سيفير ابدومينال فيفر ده المانيفستيشن بتاعه بس فالاول كده العيال بيجي لك شديد قبل ما البيت تقلل الم غريب وسخن يومين ثلاثه ممكن يومين ثلاثه يضربك يروح ل 10 دقائق عايزين ده ف الاكل العربي ده ايه؟ بنحبهم الايمان يا ابو التوسيسين عندي تحسن كويس جدا انك ممكن تتاكد ما عندكش كتير تخيل مثلا كل شهر يجيبوا لك التاكد ثلاث ايام يقعد يتقلب الستيشن ازاي يتخفف التابلت الاول في نص جرام بيتخفف انيشن وبعدين يتخفف الستيشن وبعدين يتداول قرص قرصين بندي قرص كل ساعه ساعتين لحد ما الجوينت سيمتومز تخف او لحد الجوينت سيمتومز تخف او يحصل نفس السباينال افريك مظبوط او يحصل لخمسه سبعه مليون يعني 10 مليون مش بس يعني بيدي قرص قرصين اكيد انتاج بيبدا قرصين في قرصين وكل ساعه ستين منظره لحد ما يحصل ايه؟ يا اما العيال مش كبير. العيال ما خدتش او قعدت بس جي اي تي تتعمل. احنا بندي دواء ونقعد ندي حاله لحد ما يحصل حاجه في ايه؟ برضه نفس القصه دي. نقعد ندي لحد ما يحصل لنا حاجه ونقول فيها. الأورجانوفوسفات. ها؟ الأورجانوفوسفات الأتروبين. ها؟ أتروبين في الأورجانوفوسفات. أيوه. أتروبين في الأورجانوفوسفات الباور. ما هو لازم تفهموا ولا لا عشان تفهموا. أتروبين في الأورجانوفوسفات عيان جاي لنا أورجانوفوسفات. عندنا واحد كان بيروح وواحد كمل فدي أتروبين. أتروبين حد يكتب. فكنت تبقى تاكل. لحد ما يحصل أتروبين إن في حصل ايه؟ أتروبينيزيشن. الأتروبين وصل خلاص. لا انا مش بعمل. جه
ومشهور يجي طالب فترة الامتحان يقول لحد ما يجي له ترايدس الفاروس ده كلام يزعله ما بعدش قال لي واحد يقول لي فات الاتوبيس لحد ما يجي لي ترايدس لحد ما يجي لي اللي هو السايد الفكري ده بتاع الجهاز لحد ما يجي لي كوليستيميشن جون سندوم ترتاح فبرضه ولا سؤال ده لا اللي ما يحصلش حد بيقول لهم بيقول لهم دي الحاجات دي تمام جميل فده التكنيك طبعا كنت بتروي ممكن يكون ارثرايتس دوائيه عن دون ارثرايتس يعني عن جلد واحد فبنعمل انجكشن كورتيكوسترويد في جلد يعني لو عندي بون ارثرايتس يعني ارثرايتس يعني جوينت بروبلم يجي كورتيكوسترويد انتر ارتيكولو انجكشن من ناحيه اكيوز بايت الحال كورتيكوسترويد في جوينت عشان يمنع او يجي سيستميك كورتيكوسترويد لو خدنا من جوينت يجي كورتيكوسترويد يزود الاكسكريشن بتاعه يمنعه من الايو
موجود. قالوا التلفزيون ده انا عايزه طبعا الجدة زي ما قلنا عشان نقلل الجو، نقلل الريت اسيد، نقلل الكلام ده كله ما يحصلش هتكون اتاك. هدفنا كله ان ما يحصلش هتكون اتاك كله جو. فبندي قالوا التلفزيون، قالوا التلفزيون الهيرت الزنزين اوكسجين انزايم. ايه يعني الهيرت الزنزين؟ ستريز ولا انتي كلين ستريز؟ انتي كلين ستريز؟ فوسو داي ستريز انهبيتورز، فوسو داي ستريز عليه او ايه؟ المانا فاهم؟ فوسو داي سايكل كي بي بي مظبوط؟ سايكل بي بي اتكسر بالفوسو داي ستريز، فلما نعمل سايكل فوسو داي ستريز انهبيتور يزود السايكل كي بي بي، يزود السايكل كي بي عن طريق اللي هو ايه؟ فوسو داي ستريز انهبيتورز. فيزود السايكل كي بي بي عن طريق بيقلل الانزيم، تمام؟ فده برضه بيقلل الانزيم، فما يمنع تحول الزنزين والعيب الزنزين ليوريك اسيد، فما يتحول ما يتعملش عندنا ليوريك اسيد، فيبقى حاجه كويسه جدا، وده اللي احنا عايزينه، ما يتحولش ليوريك اسيد، كل ده يرجع قالوا بيوريك. قالوا بيوريك ده بيبقى انفورم اورالي ولون لون اكل بيوريك يعني بيتحول في الجلط ل اكل دوماي برضه، وده بالنسبه للفارماكوكينيتيك بتاعت قلب الدور، والافضل بيتحول ل اكل دوماي وفوتو. النوع بتاعه هو نفس الاكل الاساسي. لو في توب ديبوزيتس كبير، توب ديبوزيتس بيمنعها. لو في هاي سيرابيك اسيد بيقلله، بيمنع طبعا البيتا سيلسن، وبيمنع اليوريك اسيد عشان بيمنع الكوفي من ضمن الكوفي ديبوزيتس اللي هو النفروباسي والحاجات دي اللي موجوده اليوريك اسيد اللي هو الكريستال اللي موجود. ما احنا قلنا الكريستال يا اما في الجون يا اما بتاع اليوريك ستون في الكدني. فاحنا لو منعنا الكوفي اليوريك اسيد مش هيمنع كل الحاجات اللي بتحصل من يوريك اسيد، يا اما في الجوينت، يا اما يوريك اسيد ستون، يا اما يوريك ستون، يا اما الحاجات اللي كلها بتمنع. فاحنا بنمنع الحاجات اللي كلها بتقلل من دول، لان احنا بنقلل اليوريك اسيد، فلما نقلل اليوريك اسيد نمنع الكلام ده. عشان ما تقعدوش تعددوا وتقولوا نفس الكلام بيتكرر تاني بس بصوره اخرى. قلت احفظوا بقى وده توز، لا يا دي نفس الكلام. نفس الكلام عادي. هو المفروض انا محاضرة عشان اربط لكم الحاجات دي كلها، بس تحضروا المحاضرة عشان اربط لكم، مش عشان اقرا، عشان اربط لكم الكلام واربط لكم الحاجات دي كلها. السايد افكت بتاع قالوا في النوم ايه سايد افكت؟ الفك اكشن هيماتوكسيتي اشباك نوم جول جوي اكيوت اتاك جوي not used during acute attack at all. ليه؟ لأنه بيعمل acute gout exacerbation. يعني بيزود ال acute attack. بيزود ال acute attack. لأنه بيعمل بيزود ال acute attack. فلازم أديها بعد 3 weeks بعد عشان يقلل البين يقلل الريشن تبقى معاه الانسولين، بس دي بعد 3 ويك اكتر اكيوت اتاك. نوت يوز دورينج اكيوت اتاك او بعد اكيوت اتاك.
يا اما نعمل كروب يا اما نعمل كروب دواء. مظبوط؟ يا اما نعمل كروب دواء يا اما نعمل ايه؟ نقلل مرة جاية.
استني بس، 33 يعني كلها 26. مش عارفه كان